حلوة ياللي ايه الكلام ده لا 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 انا قصدي اني بلاش معاندة لا 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 من يوم ما شفتك حسيت بحبي لا 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 طب مش هقولك وليه لا 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 نفسي في حتة على المربع لا 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 حط حتة جوة التاسح لا 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 لونها أصفر اسحب بسرعة لا 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 سندوتش عازل حط شوية لا 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 اختار إجابة واحدة للفزورة الأولى. نوع المنتج إيه؟ 1. هل هو إعلان مستحضر تجميل؟ 2. هل هو إعلان معجون أسنان؟ 3. هل هو إعلان زبدة؟ اختار إجابة واحدة واستنى الفزورة الثانية بعد الفاصل عشان تبعت حلول الثلاث فوازير في آخر الحلقة على الأرقام التالية